أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. تنا لكم اليوم الدكتور المهندس فادي، صاحب شركة إندلس داتا. أستاذ فادي، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. بداية حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أهلا وسهلا فيكم وبرنامجكم. أنا من أنا وصغير كان عندي شغف بالإلكترونيات، فلما كان بدي أدخل على الجامعة كان فيني أدخل أي اختصاص، بس علاماتي كانت تأهلني بقول كل الاختصاصات، بس فضلت أدخل المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، لأنه هذا الاختصاص بدرسوا فيه الشغلات اللي بحبها، شغلات الإلكترونيات والحواسب والشغلات التقنية بالمجال. كان هذا المعهد العالي بيسافروا فيه الأشخاص ليدرسوا الهندسة بفرنسا، فأنا درست فيه أول 3 سنين، وكان في منحة من فرنسا للسفر، ولكن للأسف ما حدا سافر وتغى موضوع الإفات. كانت هي أول صدمة أخذتها بحياتي. شو بدي ساوي وقتها؟ بلشت حط طاقتي كلها بالشغل، وقفت الاهتمام 1000% بالدراسة، ضليت الدراسة ومشيت مع موضوع الشغل. فبلشت اشتغل أنا وبالسنة الثالثة أسست شغل ناجح، اشتغلت بموضوع البرامج والتجهيزات ترتبط بالبرامج، وعملت شركة كتير ناجحة. للأسف بعد 15 سنة جت المشاكل بالبلدان العربية وخسرت تقريبا كل شيء، ورجعت جيت على الإمارات بال 2013، بلشت تقريبا من الصفر، بس كان عندي تراكم الخبرات القديمة اللي مريت فيها. فجيت على الإمارات بال 2013، أسست شركة إندلس داتا. كنا عبارة عن محل صغير منبيع فيه الشغلات اللي العلاقة بالبرامج. شو هي الأمور اللي العلاقة بالبرامج؟ أول شيء أنا ببيع كل تجهيزات حماية البرامج، ممكن تكون حماية من النسخ، حماية من القرصنة، الأوثنتيكيشن للبرامج. صرنا مشهورين كتير مع شركات البرمجة، فشركات البرمجة صارت تفضل تشتري كل شيء بيلزمها من عنا. بيلزم شركات البرمجة مثلا تجهيزات الباركود، قوارئ باركود، قوارئ جرد لجرد المستودعات، أجهزة توزيع فان سيلز، طابعات فواتير، طابعات باركود محمولة صناعية مكتبية، أجهزة البوينت أوف سيل، كيوسك، أجهزة أكسس كنترول، أجهزة مراقبة دوام الموظفين. بلشنا نسوق جميع المنتجات، الحمد لله توسعنا ونبيع بكل الدول المحيطة للإمارات، ميدل إيست وأفريكا، وعنا صار مستودع كبير بجبل علي. وهي فكرة سريعة يعني إن شاء الله. شو الأمور اللي نشتغل فيها. خبرنا أكثر، ندخل بالتفاصيل عن المنتجات والخدمات اللي بتقدموها في إندلس داتا. هلأ نحن بما أنه علاقتنا منيحة مع شركات البرمجة، فمنجيب لهم كل شيء بيلزمه. شركات البرمجة ليش بيحبوا يشتغلوا معنا؟ لأنه نحن شركة هندسية، كلنا مهندسين، فلما نقدم لهم منتج منساعدهم بعملية الربط، يعني منجيب جهاز مراقبة دوام، هذا جهاز مراقبة الدوام منورجيهم كيف ممكن يعملوا عملية الربط معه، منجيب جهاز شرد منورجيهم كيف هذا جهاز الشرد فيك تربطه ببرنامج المحاسبة، جهاز الفان سيلز. فجميع المنتجات تبعنا منقدم تسهيل عملية ربط لشركة البرمجة، وبعض الحالات منقدم جزء برمجي لشركة البرمجة. يعني هذا الشيء اللي أدى لانتشارنا، أنه نحن منا بوكس موفرز، نحن عبارة عن شركة بتوزع هالمنتجات بس بتعرف تبرمجها، بتعرف تستخدمها. مشان هيك نحن ما منبيع منتجات ما العلاقة بالبرمجة، لأنه عندنا added value نقدمها لهي المنتجات. هلأ صرنا نعمل solution صغار تجي مع هالمنتجات. يعني مثلا نحن عم نبيع point of sale. Point of sale حطها على stand مع شاشة touch، وصلها بشاشة كبيرة صارت queue system، نظام دور. مثلا حط لها جهاز كاش اكسبتر، صارت تقبل تاخذ مصاري، صارت عباره عن عملنا جهاز جمع التبرعات. فنحن نطلع من منتج منطوره ونطلع منتج ثاني جديد. مثلا عندنا الاميريت اي دي ريدر،
جهاز كبير الهوية الإماراتية. فعملنا نظام صغير هو تسجيل الزوار، بدل ما يجي زائر على مؤسسة ما ويكتبوا معلوماته كتابة، بحط الإمارات آي دي تخزنت بداتابيس. هلأ كل منتجاتنا بترتبط مع بعضها. صار مثلا نحن بنشتغل بالأكسس كنترول مع الإمارات آي دي، معناتها نظام تسجيل الزوار هذا يرتبط مع البوابات اللي بده يفوت منها الزائر. هي هي موضوع الربط والكونكشن اللي نتميز فيه. كمان ضفنا لها خبرتنا بمجال النتورك والشبكات، أدت لأنه سهولة التحكم بالتجهيزات الأكسس كنترول والتايم أتندنس. وسوقنا كتير سولوشن صغار بمجال مثلا النوادي الرياضية، المشترك لما يدخل ويطلع، بمجال الكيو سيستم، بمجال الباركينج. في عنا كمان كلاود تايم أتندنس. طبعا في ظل المنافسة في سوق دولة الإمارات في جميع مجالات العمل لازم يكون عندك شيء مميز. شو المميز عندكم عن باقي الشركات؟ احنا اهم ميزة عنا انه نحن مانا بوكس موفرز، يعني اغلب الشركات المنافسة انهم بس بياخذوا البرودكت وبيوزعوه كبلاك بوكس، ما بيعرفوا كيف يستخدموا. احنا منقدم عملية الربط الكاملة للزبون. احيانا بيكون الزبون عنده منتج برمجي وما بيكون عنده القدرة على ما عنده السورس كود، ما فيه يعدل فيه. احنا بنقدم له عمليات الربط، فعمليات الربط والانتجريشن مع السيستم الموجودة هي كتير مهمة عنا، زائد بالإضافة لخدمة ما بعد البيع وخدمة التفاهم مع الزبون، نفهم احتياجاته مضبوطة، ما نبيعه شيء مو اللي بده اياه. فعنا عمليات الربط والتفاهم مع الزباين كتير متميز فيها. ممتاز. طبعا مستثمر في دولة الإمارات من 2013، حابين ناخذ منك نصيحة لجميع المستثمرين اللي حابين يبدأوا مشروعهم الخاص في الدولة. هلا دولة الإمارات هي دولة ذكية، فأي إنسان مجد يجي على الإمارات ما أمامه غير طريق النجاح، بس أنت عليك تكون مجد. فمن هيك أنا المثال اللي المثل اللي بستخدمه دائما، من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. هلأ من خلال تجاربي الكتير بالحياة صار عندي المثل الثاني، سقوط الإنسان ليس فشلا، ولكن الفشل أن تبقى حيث سقطت. فأنا كتير مراحل بحياتي وقعت من السلم، عم بطلع السلم درجة درجة، وقعت مع ذلك رجعت طلعت ووصلت أعلى من ما كنت موصل سابقا. كمان الشخص لازم يكون صادق بشغله. أكيد. أنا أحد الميزات اللي بعتز بالشهادة اللي بيقولوا لي إياها زبايني لما يقولوا لي إنه أنت إنسان صادق. طبعا لازم الواحد يختار الموظفين اللي بيشتغلوا معه بعناية، لازم يكونوا شغوفين بالعمل زائد يكونوا أوفياء. فأي شخص عنده هالأمور، زائد موضوع عدم التقليد، حاول تكون مبدع، تجيب أفكار جديدة. طبعا طبيعي. حابين أيضا نتعرف عن الخطط المستقبلية اللي راسمينها للسنوات القادمة من إندلس داتا ولحضرتك كمان. نحن بنحاول دائما نجيب الأمور الجديدة، يعني نحن ما منبيع جهاز ونضل منبيعه 10 سنين. دائما في عملية مواكبة التطورات وإحضار آخر الأفكار. في كتير من أفكار من سوقها ما منبيع، بس الهدف هو نشر فكرة جديدة، محاولة تسويق الفكرة الجديدة. مو دائما الفكرة اللي منسوقها بتوصل لأنها انباعت. مثلا عندنا أفكار اشتغلنا فيها indoor navigation، هي أنك أنت تمشي داخل بناية كبيرة ويصير عندك navigation مثل جوجل برا، بس هي داخل بناية لأن مسؤوفة ما بتوصل إشارة GPS. أكيد. مثلا اشتغلنا على الموضوع من 10 سنين. اشتغلنا على موضوع تاني قصة الـ 3D vision، انه انت تحط كاميرتين جنب بعضهم مثل عيون الانسان، فهي بتصير بتشوف رؤية ثلاثية الابعاد وليست ثنائية الابعاد. هي كتير لها تطبيقات. اشتغلنا على موضوع بجائحة كوفيد، اشتغلنا مثلا على موضوع الماسكس، عدا عن اجهزة اللي ديتكت للماسك، بس امور متطورة اكتر. مثلا ضمن مطعم انك تراقب الطباخين كلهم، تتأكد انه كل العاملين بالمطبخ حاطين الماسك كل الوقت. فنحن هاي الافكار كلها بنشتغل فيها. عم نشتغل كمان على موضوع
الكاستمر سيرفيس انه انت تعرف الزبون من تعابير الوش معالجة صورة هل هو سعيد أثناء الحكي بالكاستمر سيرفيس ولا لا، أو هو غاضب عم بيتقاتل مع الكاستمر سيرفيس. كمان على الفويس على التليفون كمان عم نشتغل على تحليل الصوت، فنحن دائما بنحاول نجيب أفكار جديدة ونصوتها. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتفوق والتميز في هذا المجال. في ظل وجودنا في دولة الإمارات حابين أيضا نتكلم عن الأمن والأمان، كيف ممكن الأمن والأمان يساعد على استقرار السوق، وكيف ممكن أيضا يساعد على استقطاب مستثمرين من خارج الدولة؟ كنت من فترة عم بقرأ أحد الدراسات أن دولة الإمارات هي رقم 2 بالعالم بعد أيسلندا، فهذا شيء يشرفنا ويعني كثير بنفتخر فيه ونعتز فيه. الأمان هو شيء أساسي بحياة الإنسان. الإمارات يعني نحن بنشعر صرنا 9 سنين هون يعني بلد آمن. أنا سافرت كتير على أوروبا يعني وحاولت أدور على بلدان تانية، ما لقيت أحلى من الإمارات إنه الواحد ضل عايش فيها كعيشة شخصية عن الأمان للأولاد. فبالنسبة للأمان بالإمارات هي ميزة رائعة، وهو مو بس أمان من ناحية السرقة وهالمواضيع، هذا بيتعدى للأمان الصحي للأمان الاجتماعي. أكيد طبعا. طبعا الأمن والأمان هو نتاج عمل ومثابرة من شيوخ وحكام دولة الإمارات. أيضا بنحب نوجه رسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات من منبر برنامج رواد الأعمال ومن إندلس داتا. أيضا طبعا نحن بنشكرهم ونعتز فيهم، وأنا بظن أنه الدقائق اللي راح نشكرهم فيها ما بتوفي فيهم حقهم، أنهم بحاجة لأشهر شكر وليس دقائق، وهن عملوا لنا بلد رائع للحياة فيه بيظلوا فيه الأمان والاستقرار، فشكر من كل قلوبنا لهم. أكيد طبعا. محمد شكرك أيضا على ظهورك معنا اليوم في برنامجنا، وحابين نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لإندلس داتا. نحن عندنا الصالة الرئيسية ببر دبي. بر دبي هذا من أقدم الأسواق من أوائل القرن 19، ففي بسوق الكمبيوتر عندنا صالة ببر دبي إندلس داتا، وعندنا مستودع بجبل علي، وعندنا هي الصالة الجديدة اللي عم نصور فيها هي سوق جديد عملته دبي لتشجيع التجارة. فهذا اللي شيء اللي خلينا نشوف الإمارات شو عم بتطور وشو عم بتساعد لتحسن على جميع الأصعدة. فالويب سايت تبعنا هلا ممكن يكون مذكور على الشاشه والارقام. اكيد طبعا جميع ارقام التواصل والموقع الالكتروني ايضا سوف يظهر اسفل الشاشه. متشكرك مره اخرى على ظهورك معنا. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الاسبوعيه مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي امان الله.